السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ياسمين، ايوه مش ياسمين. ازيك ياسمين؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا ياسمين اكتبي ثانية واحدة. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. يلا يوسف جاهز؟ ياسمين؟ أيوة ميس جاهز. طيب خلاص، نبتدي احنا لحد ما يجي يوسف. احنا هنبتدي في الاكزام اللي قدامنا ده اللي هو الغربية، وانا بحاول ان انا اجمع لكم الجفرنريتس الجامدة يعني التقيلة اللي في الاول بيبقوا سهلين، كايرو طب والجيزة وال كايرو وليه؟ والجيزة وال كايرو والجيزة عموما واسكندرية بيبقوا سهلين شوية. نبتدي بقى في الجفرنريتس اللي هي زي الغربية والشرقية والدقهلية، دول اللي بيبقوا تقال شوية. فأنا حابة إن أنا أحل معاكم الجفرنيرس التقيلة علشان نبقى خلصناها كلها، ولو في وقت نحل الجفرنيرس الخفيفة خالص اللي هي في الأول اللي هي إيه؟ الجيزة وكايرو، كايرو والجيزة. تمام حبايبي؟ طب يا ميس، تمام. قولي يا سكر، قولي. هو احنا هنحل المتميزة ولا مش هنحله؟ أنا قلت لكم ابعتوا لي الحاجات اللي أنتوا حلينها، فزي ما انتوا عايزين نحل من المتميز مفيش مشكله، لو معاكم بي دي اف هو نبتدي نحل منه على طول. بس المعاصر طبعا معروف ان وقت اقل، معروف ان امتحانات المعاصر. هبصي اقول لك على حاجه يا ياسمين، انت يوسف، كده كده اللي احنا بنحله ده جفرنريتس يعني كله زي بعضه، يعني انتوا فاهميني دي محافظات، انا ما بحلش براجع، انا بحل معاكم امتحانات، فاللي موجود في المعاصر هو اللي موجود في المتميز وهكذا. بس المتميز في ميزان هو منظم شويه، يعني ايه ده من رايي، انما المتميز عايزين نحل منه ان شاء الله في الترم الثاني مفيش مشكله. المتميز شيت مجمع مش كده؟ اللي هو شيت ريفيجن مجمع صح؟ يا خلاص ميس، المتميز. طيب المتميز اللي هو الشيت ريفيجن المجمع ده مش مشكله، اجيب البي دي اف ونبتدي نحل منه ان شاء الله لو عايزين ريفيجن مجمع. بس انا شايفه الابدا والاهم الامتحانات، لان انا مش مثلا احل الشوز كله وارجع احل الكومبليت كله وارجع احل مثلا الاساي كله، لا ده انا بحل امتحان كامل شامل كل حاجه، فده من رايي افضل. وبرضه عايزين نحل المتميز، شيت المتميز ممكن نحله من اول المره الجايه، نجرب برضه زي ما انتوا عايزين. يعني انتوا اللهم بارك شاطرين جدا، فانا ايه يعني عايزه اعمل اللي ايه، اعمل اللي في مصلحتكم زي ما انتوا، وبرضه زي ما انتوا عايزين، ما دام طبعتم وعايزين نحل منه نحل منه برضه مفيش مشكله. يا حبايبي وانتوا برضه ما تسكتوش، يعني ابتدوا حلوا مع ابتدوا حلوا فيه برضه. اوكي، كان هو تمام. الهوم ورك بتاعته، كان المس ما يتسابش، المس ما ينفعش ان انا في يوم اسيب ما احلش فيه شويه ماس. اوكي يا حبايبي، على الاقل على الاقل يعني كل يوم نص ساعه. ماشي يا مس. يلا نبتدي، نبتدي بيوسف. بيقولي هنا يا يوسف 44 divided by 7 equals 6 and the remainder is، طبعا انت فاهم الريميندر اقدر اجيبها دايركتلي من المالتيبليكيشن تيبل، ان انا لو قلت 7 by 6 equal 42 يبقى الريميندر كام؟ بس هو مديني هنا ده الديفيدند تو 44 يبقى الريميندر كام؟ تو 2. برافو عليك، الريميندر 2. فاهمه يا ياسمين؟ فاهماني فاهم. الريميندر 2؟ طب كويس يا ياسمين، كويس يا يوسف ما دام انت بتحل بنفسك. يلا اللي بعده. يلا ياسمين بيقول لك اي 123 divided by 123 1، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب بيقول لي بعد كده 3 لتر، 3 لتر equals what ملي لتر؟ ها؟ 3 لتر ايكوال وات ملي لتر؟ 3000. طبعا من لتر لملي لتر طبعا 3000. برافو عليك، اللي بعده. نقط divided 4 equal 80. في الحاله دي بعمل ايه؟ الكوشنت تايمز الايه؟ الديفايزر صح؟ يبقى هنعمل ده تايمز ده. الله عليك، برافو، تمام. اللي بعده. 20 times 50 equal 1000. عملنا ايه؟
يس عملنا ايه؟ عملنا 50 تايمز 20، هننزل ال 2 زيروز و 2 تايمز 5 ايكوال 10، تبقى 1000. ميس المايك قفل من غير ما اقصد. يلا اللي بعده حبايبي، ها دور على مين؟ انا ميس دور. ياسمين. يلا ياسمين، قدامك النمبر از فيري كلير، معموله اكسباندد فورم، يبقى ايه؟ خد بالك، اللهم بارك. بصوا احنا بنحل يعتبر جفرنيت صعبه مش سهله، واللهم بارك الدنيا سهله ما فيهاش اي حاجه. يلا ها، برافو عليكي. 233 كان معمول لها اكسباندد فورم تايمز 35، تمام. 20 pounds and what piastres. يلا يا يوسف، inbound لبياستر تايمز وات؟ يلا يوسف، from bound to piastre تايمز وات؟ يعني ايه مس بيستر؟ بياستر يعني قرش، وباوند يعني جنيه. فأنا عشان أحول from pound to piastre، علشان احول من جنيه لقرش، تايمز 100. انت لو عندك جنيه ورق، اللي هو طبعا بقى يعني بقى رير خالص، بقى نادر شويه، لو عندك جنيه ورق هتلاقي الجنيه الورق، بس بيبقى مكتوب على الجنيه الورق مش الجنيه المعدن، مش الكوين. هتبص تلاقي مكتوب عليه 1 جنيه 100 قرش لو عندك جنيه ورق، انما في الباوند العادي مش هتلاقي مكتوب كده، يبقى 2000. تمام. يلا ياسمين، 1.2 divide 0.4. أول حاجة حركي ديسمال بوينت، قول لنا تبقى what divided by what. هتكون 12 divided 4 تمام، 12 divided by 4 equal 3. equal 3. تمام، اللي بعده. if 30 divide 5 equal 6 then 5 is called divisor. برافو عليك، 5 is called divisor. ياسمين، okay. 3 مستنية. بالنسبة لك كويس في بتاعنا. مش بتعرفي تكتبي كويس؟ طب قولي لنا الانسر، مش مشكلة. ماشي. كنسل زيرو والزيرو. نكنسل 0 و 0 20 يعني equal 20. Equal 20. That's right. كأنها 20 divided by 1 equal 20. يلا يا يوسف، the decimal point to right or to left؟ انترابت هي دي نمبر 4 صح؟ آخر واحدة، نمبر 4، آخر واحدة في البيج، نمبر 4. هحرك البوينت كده هتبقى 23. هي خد بالك إن هي 2.3 مش هتبقى 23، ركز شوية. مش هي 2.3 هتبقى 23 مش انا هحرك البوينت حركة البوينت كام ديجيت؟ واحد بس. واحد بس. ليز دي ودي تايمز 1000. بحرك الديجيتس يا يوسف، بحرك البوينت على حسب عدد الديجيتس. I'm going to move the point 3 digits. يبقى حرك، عدينا ال 3 ادي كده ديجيت، وبعدها another place يبقى 0 وانذر بليس 0. ايوه كده، برافو عليك، يبقى 2 3 0 0. That's right، برافو عليك، صح كده يا يوسف، فهمناها كده يا يوسف؟ صح كده، برافو عليك. طب تعالوا بقى ما نسيبش البيج دي من غير ما نحل الجزء اللي فوق ده. يلا ياسمين، بيقول لك ذا جي سي اف اند ذا ال سي ام اوف 12 اند 18. يلا اعملي لها فاكتورايزيشن، انت بتحبي النوعيه دي من الاكزامبلز، اعملي لها فاكتورايزيشن. انا عارفه انت مش بتعرفي تكتبي على الموبايل، بس قولي لنا اورال هنعمل ايه. يلا 12 هنخليها وات تايمز وات؟ ال 12 هتبقى 6 تايمز 2. وبعدين نعمل فاكتورايزيشن ل 6 فهتبقى 3 و 2 يس، هتبقى 16 هتبقى 6 و 3 تمام ال 6 هتبقى 2 و 3 تمام ال جي سي اف هي أول حاجة ال 12 2 times 2 times 3 وال 18 2 times 3 times 3 فال جي يس سي اف هتبقى 2 times
3 equal 6. ال LCM equal 2 times 2 times 3 times 3 equal 36. ما شاء الله عليكي، ممتازة يا بنتي، برافو. يلا يوسف، solve the following equations. T minus T Okay. minus 2.45 equal 0.26. هعمل بلس. ال T دي نعمل لها plus or minus؟ هي 2.45 Yes، مش واضحة. 2.45 وهنا 0.26. الأول بسألك التي دي عشان أجيب أعملها بلس ولا ماينس؟ ها بس برافو عليك، بلس، لأنها هنا عند البيج، يبقى نعمل لهم بلس وقولي الأنسر. ها الانسر ايكوال 2 ايكوال 2.71. The answer will be T 2 equal، T ايكوال 2.71. طبعا هنكتب الأول T equal 2.45 plus 0 point، أيوة 26 equals، yes yes برافو برافو حبيبي 2.71. next question، يلا يا ياسمين ماشي اللي بعده. ماشي. 1477 divided 12. هو ميس انا عاملها في النوت بوك الاول. ميس طيب ده لسه ما خلصش. في solve the following في equation. فاينل ايوه، ما ياسمين لا 85. ياسمين بتحل بي، بيقول لك يا ياسمين 2.56 plus x equal 3.8. هنا بوزيشن الاكس ده هعملها اجيبها بالماينس ولا بالبلس؟ لها ماينس. طبعا ماينس. مين ماينس مين؟ what هنعمل time 3.8 what minus what is 3.8 minus 2.56. yes 2.56 subtract وdon't forget the balance. يلا يا قمر، أول حاجة 3.8 هنحط 0 0 minus 6 can't be، فهتبقى 10 وال 8 هتبقى 7. 10 minus 6 equal 4. 7 minus 5 equal 2 point، يعني 1.24. برافو عليكي. طبعا هنكتب الستبس دي، هقول له اكس ايكوال 3.80 ماينس 2.56. اوكي، نكست كويستشن، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده. يلا يا يوسف، هنا بيقول لي فاين ذيز شو ستيبس، انت هتعملها لونج ديفيجن وتوريني الانسر، وياسمين نفس الكلام علشان انقل على بيج تانية. ياسمين انقلي السؤال علشان هنقل على بيج تانية، ثانية واحدة امسح لك الكلام. ميس انا اصلا السؤال معمول عندي يعني انا نقلاه. نقلتيه خلاص؟ الديفيجن ولا الملتيبلاي؟ الديفيجن. الديفيجن تمام. وانت يا يوسف الديفيجن ولا الملتيبلاي؟ الاثنين. طب اوكي، يبقى يوسف هيعمل لنا الملتيبلاي ويز ستيبس، هيعمل ملتيبلاي اند شو هيز ستيبس اند ديفيجن اند شو يور ستيبس. اوكي حبايبي، اوكي. يلا اللي بعده، تعالوا بقى نشوف another page. let's see another page or let's see the next page. تعالوا نشوف البيج اللي بعدها. لو انتوا ابتديتوا فيها خلصوها ابعتوا لي على الواتساب ماشي. قبل ما اجيب لكم البيج اللي بعدها. ميس انا حليت اللي هي المسألة بتاعتي. تمام اوكي، ابعتها لي بقى على الواتساب. اوكي ماشي. يلا ياسمين، the smallest odd prime number، افتكر انه قال لك odd prime is what؟ طلب مني يكون odd and the prime. ها 3 3، برافو عليكي. 17 has how many factors only؟
17 عدها 1 ولا 2 فاكتورز اونلي؟ مين ده دول؟ طب ماشي يلا يلا يوسف. has two factor only Because it's called a prime. prime number Yes, one because and it's called itself. one and itself. برافو عليك. Has two factors only, which are one and itself. One and 17. طب 8 kilogram equals what gram? ماشي مش معلش it equal 8000. Yes, 8000. يوسف 12 times 12. معلش يا مستر اعملي كده 12 تايمز 12 يلا. بعملها دلوقتي. اعملها دلوقتي يلا وقول لنا. One hundred forty four. Yes, 144. برافو عليك. ياسمين، one of the multiples of two. مين من multiples of two؟ ال 7 ولا ال 8 ولا ال 3 or 11؟ ها؟ ايتين الايت Yes, 8. That's right. يوسف، 325 is divisible by what? يعني ايه divisible؟ ديفيزيبل يعني اقدر اعملها ديفايدد باي. باينه قوي من الوانز بتاعتها، الوانز 5 يبقى دي اكزيستس ان تيبل وات، موجوده في تيبل مين؟ five. برافو عليك 5. The common factor of all numbers. ال one. برافو عليكي 1. 0 ديفايدد باي اني نمبر؟ زيرو. equal zero. That's right. Okay. Two and five are prime factors for the numbers. For the number. احنا ما عملناش two and a half. Two and a half day equals what hour? Two and a half day. هنعملها تايمز يا تايم 24. من غير تايمز 24 ممكن اجيبها منتال. ال 2 دايز يعني 48 hours وال half day 12 hours يعني 48 plus 12 equals what؟ ممكن اجيبها منتال من غير تايمز ومن غير حاجه. equal 60. ثانية عايز Yes, equal 60. That's right. Yes, equal 60. Next question. 2 and 5 are prime factors for the number 10. Yes, that's right. Quarter kilogram equals what grams? اللي هي 1 over 4 اللي هي 0.4. Quarter kilogram equals what grams? هو ال 1000 الهاف ليها 500 يبقى الكوارتر ليها، الكوارتر ليها هاف ال 1500 يبقى كوارتر ال 1000 قد ايه؟ 250. برافو عليكي 250. Answer the following questions. 1. The GCF of 20 and 24. يلا يوسف قول لنا زي ما ياسمين عملت كده oral the way of factorizing 20 and 24. ماشي سينيا مش هعملهم بس تروح.
جي سي اف ايكوال 4 والال سي ام ايكوال 120. ميس يس، برافو برافو عليك. نيكست كويستشن، يلا ياسمين. فايند وذ ستيبس. خلاص واضح، انا سمعتك يا حبيبي. جي سي اف ايكوال 4، ال سي ام ايكوال 120. ذاتس رايت. فايند وذ ستيبس باي اني واي، يعني هو ما اشترطش اني واي. 2250 ديفايدد باي 25. أسيبها لك وتبعتيها لي على الواتساب يا ياسمين، ونشوف اللي بعدها. ياسمين ايه يا ميس؟ معلش المايك كان مقفول. طب أسيب لك دي وتبعتيها لي على الواتساب وتشوف اللي بعدها. ماشي، ممكن ابعت الاولى والتانية برضو مع بعض. طيب اللي بعده بيقول لك 8 friends everyone has 120 pounds 122 pounds find the total amount of money. اعمل ايه بقى؟ total amount اعمل لهم ايه؟ multiply ولا divide؟ yes multiply that's right. the answer will be ماشي ثانية بس. واند يا ميس عملتها ها equals what؟ 1787. sure. يعني لا عندك حاجة غلط، اديها تاني. يا ميس معلش، كتبتها غلط في البورد. عندك حاجة غلط، اديها تاني. يلا هي مش كل الرقم ده، هي أقل من كده شوية. ماشي يا ميس عملتها. برافو عليك، that's right. يوسف the last question in this exam، آخر سؤال في الامتحان ده حبيبي، بيقول find fine 2 two points. دي points تعمل لنا each الستبس، تعمل لنا الستبس، هنمسح ده، معلش هنمسح ده كده، وهتحاول تعمل لنا الستبس، اعمل في الورقة وانقل ايه، وانقل لنا الانسر. يلا اعمل في البيبر، هستناك ونقل لنا الأنسر. يلا مبدئيا خليك شيل الديسيمال بوينت، وخلينا عارفين ان احنا we are going to put the decimal point after ايه، after 3 digits. خد بالك ان انت هتعمل ايه، الملتبلاي اللي فوق the upper number 233 times 24، وهتعمل ايه؟ ال 24 مرة تايمز 3، مرة تايمز 3 بس ان ذا تنز، ما تنساش الزيرو، الهابي زيرو، وبعد كده ال 24 تايمز ال 2 but in the thousand we are going to put another two zeros. تمام؟ and tell me the answer will be what.
مين اللي خرج؟ يوسف are you with us؟ ياسمين لا هو عمل ليفت، عمل ليفت ازاي؟ لا يعني خرج عمل ليف ميتنج، ازاي ده كده ليه طيب؟ مش عارفة تقريبا النت وحش فخرجه، مش عارفة. طب خلاص ما دام هو كده اشغل الكاميرا ونشغل ونشتغل الاكزامبل ده لانها مهمه، لان لما يكون عندي تايمز انا عندي 2 ديجيتس تايمز 3 ديجيتس هتصرف فيها ازاي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. انا عندي هنا 2 3 3 تايمز 2 4 قول بسم الله. إيه هنعمل 3 ديجيتس باي 2 ديجيتس باي ستيبس مالتيبليكيشن باي ستيبس. ليتس سي. يلا the first I'm going to multiply 4 times 3. 4 times 3 equals 12. 2 and12 carry 1. okay 4 times 3 and 3 equals 12. اهو 12 انا بعمل ال 1 times this number times this number and we have 4 times 3 equals 12 and we have 1 13. يبقى 3 and 3 carry up 1. 4 times 2 equals 4 times 1 2 8 يبقى 8 9 9 9. بعمل ايه؟ 2 steps. Happy 0 0 Happy 0 cancel the carry up. ادي ده first step. وبعد كده بعمل اكس على ده كده مش هاخد الفور تاني وهعمل علامة ايه؟ علامة بلس. يلا 2 times 3 2 times 3 6 equals what؟ 6 equals 8. 2 times 3 equals what؟ ايه انا 6 اسفة equals 8. يس معلش شايفة ال 2 times 3 equals 6. 2 6 times 2 equals 4. 4 واعمل بقى بلس عادي جدا. يلا 2 plus 0 equals 2. 3 plus 6 equals 9. 9 plus معلش 6 انا خرجت 16. خرجت عشان النت قطعها، ما احنا توقعنا كده برضه. وبعد انا كده حلت انا حلت هي 5 5 5.592 الله عليك صح. move the decimal point count the decimal point after 3 digits let's count it will be 1 2 3 5.592. 92 قلت لك نفس الحاجة يا يوسف. ايوه نفس الحاجة. طب يا حبيبي اوكي let's see another exam. زي ما اتفقنا الحمد لله بنحل كل مرة 2 exams. let's see another exam. طيب عندي هنا ده a part of exam. ده جزء من exam. تن جزء من exam تن. exam تن اللي هو الدقهلية بقيته موجود. طب احنا هنحل الجزء ده وهجيب لكم الجزء التاني بما ان ده اللي فتح معانا الاول ونقول بسم الله. يلا ياسمين انا عندي هنا multiply by 100 give me the answer move the decimal point two digits to left or to right. To right. To right it will be. This. Yes. يوسف from liter to milliliter times what tell me. Times 1,000. So the answer will be. مش شايف اللي هو دي. معلش ايه 5,600 next question you have 400 45.5 divided by 5. Yes, 9.1. That's right.
ياسمين اللي حلتها. يلا يوسف. The digit digit in the tenth place in the number 83.25 is 2. that's right is 2. that's right. next question. In the opposite model, find the value of x of the variable x. x here I'm going to find it by using subtraction or addition. Minus. Minus, yes, subtraction. That's right. Make the subtraction, tell us the answer. Yes. واحنا امس مش ممكن يعني حلو متميز. اه ما انا اتفقت معاكم من اول مره الجايه ان شاء الله اكون بس حملته انا كمان على حملته كمان بي دي اف. يا حبايبي اوكي اوكي انا عارف ان طلابهم مبارك شاطرين ومتفوقين، واحنا برضو بنحل امتحانات، فزي ما قلت لكم الميزه ان المعاصر منظم، واحنا بنحل امتحان يعني بناخد كل الافكار من كل الايه، من كل الدروس، من اول الكتاب من اوله لاخره، فدي الميزه ان انا بدوركم على شكل الامتحان ازاي احل الامتحان. عايزين بقى نمسك المتميز نحل شيتس ورا بعضها ورا بعضها، ما فيش اي مشكله، من اول مره الجايه ان شاء الله اكون بس حملته. لو انتم معاكم بي دي اف ابعتوه لي، ايوه لا لو مش اسال معاكم بي دي اف متميز مش متميز بس بيبقى لامم الدنيا، تبقى معظم الاسئله في الامتحان جايه منه. لا، وجاي من المعاصر برضو. متميز انا ومعاصر. قلت لك دي امتحانات جوفرنريتس، امتحانات محافظات، هيجي لك امتحان بنفس الشكل ده، مش هيجي لك كله تشوز ورا بعضه وكله، لا هيجي لك بالشكل ده، زي الشكل ده بالظبط. اوكي، وعلى كل العموم من اول المره الجايه باذن الله نحله، مفيش اي مشكله خالص. احمله انا بس بي دي اف، وبعد كده نعمله كام سكان زي ما بنعمل كده، ونعمله شير سكرين ونحله. اوكي حبايبي، أو يمس أنا مثلا معايا نسخة PDF ممكن أبعتها لحضرتك. طيب تمام خلاص. اوكي بعتيها لي ياسمين لحد ان شاء الله، والمره الجايه باذن الله نبتدي فيه على طول ان شاء الله الحد الجاي بعد كده. هو next question. that's right. برافو حبيبي. that's right. your Russia Russia bought vote. ها 3.75 of flour. She bought another 2.25 kilogram of it. of it. هنعملها بلس دلوقتي. how much flour did she have. يبقى نعملها بلس. يس يلا عملها بلس. 6 كيلوغرام. يس it will be 6 kilograms. that's right. next question. يلا ياسمين. اوكي احمد رون. يلا ياسمين. احمد رانز a distance of 2.35 كيلومترز per day. What is the distance that he run in 10 days? هنعمل time. yes times what times what هنعمل 2.35 times صح، نقول 2.35. اوكي انت okay. جميله وشطوره، بس انا عايزاكي المستكس البسيطه خالص دي ما نقعش فيها. الصح نقول 2.35، عايز اقول 35 هقوله 2 and 35 hundredths. اوكي يا سكر يلا اللي بعد. that's right. give me the answer. it will be yes نعم 23.5. We move the decimal point to the right. برافو ياسمين، excellent حبيبتي. يوسف. سامي works. Sammy works as a plumber. He has 16 ايه 16 ثواني. متر of copper that he need to كابر cut in كابر كابر copper. يعني نحاس. مش عارفة اشوف كويس. طب ثواني انا همسح لك ده. ها كده واضح؟ سامي works as أيوة كده واضح. سامي works as a 2.4. plumber.
He has 16.4 meter of copper pipe that he need to cut it into four equal size smaller pieces. How long will each pipe be? سنين سنة هعملها دلوقتي divide. Yes. 16.4 divide 4. Yes, the answer will be. ثانية. Four point one. Yes, 4.1. That's right. Excellent. Let's see another page. تعالوا نشوف واحدة تانية. هو في حد منكم ضغط على حاجة؟ لا مس ما ضغطناش على طيب اوكي، هو فتح لي وايت بورد من نفسه، مش عارفة ليه. بس هو عمل ليفت تقريبا النت وحش هو عمل ليفت مش موجود دلوقتي دي احنا عملناها صح؟ اه حليناه طيب نشوف اللي ما حليناهاش. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. الدقهلية جفرنوريت اللي بتعتبر من أصعب الجفرنوريتس، هو الدور كده على مين؟ دي بدايتنا اللي احنا كنا لسه حالين بقيتها من شوية، بس انتوا اللهم بارك اكسلنت، يعني كل الأسئلة الحمد لله احنا متدربين عليها كويس ومفيش فيها أي مشكلة. يلا ياسين. 7 ones 38,000 which one of this؟ ماشي in the ones 38 in the thousands which choice؟ Yes, سي، برافو عليكي. يوسف، the number what is one of the multiples of eight؟ numbers of the multiple of 42 ما فيش عندي 42، 32 32. 32 وبعدين 42 مش multiples of eight على فكرة، 24 قصدك بقى، أو 48 مثلا. ياسمين، the prime factors of the number 18. 18 what times what times what؟2 3 and 3 Yes, that's right. The value of the variable k in the equation k minus 2.5 equals 4. The value of the variable equal what? 6.5 Yes, 6.5. Next question. That's right. Okay, next question. 7.3 times 0.1. Hi, Yasmin. 5.73 That's right. Yusuf, 36 divided by 9. 9a plus 0.6 36 هبدأ الأول ب 36 divide 9 equal 4 4 plus 0.6 equal 4.6 برافو ياسمين. The composite number in the following numbers number is، مين ال composite؟ هو يعني ايه composite اصلا؟ يعني not يعني prime. ايوه، composite means not prime. يعني ايه composite؟ يعني not not prime، prime هو مش prime. يلا next question، السؤال اللي بعده. 785 سنتيمتر equal كام متر؟ هتعملها divide 100 equal 7.85 That's right, 7.85. Okay, Yasmin. Okay. LCM for two numbers 6 and 9.
هعملها بس يا ميس. اعمليها حلو. ميس إيكوال 18. equals 18. برافو عليك. equals 18. The LCM for the two numbers 18. That's right. يوسف, the product إيه of the product of 12.4 times 0.3. yes أول حاجة هعملها تايمز الأول وبعد كده هقول الإجابة. yes هنعمل decimal point. yes يلا 3 times 4 equal 12. يلا 2 and carry up 1. 3 times 2 equals 6 plus 1 equals 7. 3 by 1 equals 3. يعني يلا ها 300 30 ها 300 سوري 72 مش equal 3.72. yes يبقى 372 and the decimal point after two digits. That's right. يبقى 3.72. yes mean 8 thousandths plus 65 hundredths equal what thousandths. احنا متدربين على جي كويس جدا. اتصرف ازاي في الهندرتس دي اللي حشرة نفسها في الموضوع؟ نعمل ايه فيها؟ هي دي صحبة thousandths كلهم مع بعض اصحاب. الثاوزندس دي اتصرف فيها ازاي؟ إيه سوري الهندرتس دي اعمل فيها ايه؟ ازود لها ايه عشان تبقى thousands؟ ياسمين are you with us؟ ياسمين انت معانا؟ شكلك قافله المايك ياسمين. ميس معلش كل شوية كده. بتقفلي المايك صح؟ يلا ياسمين احنا اتفقنا ال hundreds اللي هي حشر نفسها في الموضوع ده في وسط ال thousands دي عايزه تبقى صاحبتهم اخليها ازاي thousands زيهم؟ هنحط How لها can I زيرو. make برافو عليك I'm going to put zero beside the hundreds beside 65 to be 650 يبقى تحولت من 65 hundredths to be 650 thousands يبقى the answer immediately will be 65 plus 8 يبقى 650 plus 8 يبقى 658. برافو عليك. The quotient of يلا اعملها divided by على طول حركة البوينت اعملها divided by على طول. one steps في الاثنين Yes, one step. ف 0.2 هتبقى 2 وال 8.46 هتبقى 84.6. Yes, that's right. انا هعمل دلوقتي من الديفايد لازم اكتب انجيب اغسل ايدك في الارض اغسل ايدك في الارض. بعمل دلوقتي المسوم. ماشي يا حبيبي. بص هي مش لازم لونج ديفيجن انت هتعمل ديجيت باي ديجيت على طول. 42.3 يعني يس 4 2 4 2 3 يعني and put the decimal point after a one digit one يبقى digit four 42.3. 42.3. that's right. يلا ياسمين the GCF for the two numbers 14 and 35. ال GCF انا عملتها مش شوية بس ولا غلط بس هي ما لهمش غير مين هي بس قولي ايه. هي التوين. لا هي السيفن طبعا ازاي التو هي السيفن. انت عندك الجي انت عندك ال 14 عباره عن 7 تايمز 2 وال 35 7 تايمز 5 يبقى مين الجي سي اف مين الكومن فاكتور اللي ما بينهم هو ال 7 بس هو اونلي 7. خدي بالك ان ال 35 اود ما لهاش اصلا فاكتور 2 خالص اصلا مش ضمن الفاكتورز بتاعتها 2 اصلا 7. يلا يوسف The number 68.769 approximating to the nearest 100 is عيني على ال 100 68.769
اللي هي سيفن الست. سيكستي ايت بوينت سيفن سيفن. That's right. 68.77. فاهمة ليه قال كده يا ياسمين؟ أيوة يا ميس. طيب يلا يا ياسمين next question in the same pattern. قولي لي الباترن جنبها، اكتب لي ان بلس مين ولا ان ماينس مين، ايا كان الباترن. يلا أنا مش هجيب ال عملنا 6 بلس 6 ادتني 12، 12 بلس 6 18. 18 يبقى يبقى كله ان عباره عن تايم، ان، ان ان بلس، تايمز لا مش تايمز، ان بلس. يعني ميس. انا الدرس ده يعني مش فاهماه كويس قوي، اللي طيب هو بص يا ام، سيم باترن انت وكده. معاكي حق ان انت تفكري في التايمز، في دي معاكي حق. لان انا لو لقيت 6 بيكام 12 لما ال 6 تبقى 12، ايه ده انا عملتها تايمز 2. بس انا ما سكوتش، ما بختارش الباترن عن طريق اول 2 ديجيتس بس، ببص شوف اللي بعدها. هو انا يا ياسمين لو عملت 12 تايمز 2 تفتكر هتديني 18 ولا المفروض تديني 24؟ ايوه تديني 24. اكيد تديني 24. يبقى انا ما فكرتش في التايمز، وهي بتزيد يعني هي بتزيد بيحصل لها انكريز، افكر على طول في البلس، افكر على طول في المين، في البلس. بلس يعني اول ما الاقيها بتزيد هفكر يا اما تايمز يا اما بلس. طب لو الاقيها ديكريز، ودي قليل جدا لو جات لكم ديكريز، بس عشان لو جات لنا، لو لقيتها ديكريز افكر في الديفايد او في الماينس. طيب هنا انا لقيتها بتزيد، ما نفعتش ملتبلاي يبقى اكيد بلس. طيب اما اعمل بقى بلس، لو عملنا 6 بكام 12 يبقى اكيد عملنا لها بلس 6. اجرب على اللي بعدها برضو، هو ال 12 لو عملتها بلس 6 it will give me 18 اكيد طبعا. يبقى لو عملنا n بلس 6 the number بلس 6 it will be satisfy the pattern، هيحقق الباترن في الايه، في النمبرز اللي هو مديها لي في السيكونس دي، يعني النمبرز اللي ورا بعضها. يبقى في الحاله دي زي ما قلت لك بفكر الاول في المالتبلاي. فعلا معاكي حق ان انت تفكري في المالتبلاي، هنقول مالتبلاي باي 2. نفعت في التو ديجيتس الاولانيين، السيكونس الاولانيين، ما نفعتش في اللي بعدهم، يبقى لا ما ينفعش. افكر في البلس هي اللي نفعت، يبقى the pattern the rule of the pattern will be n plus 6. تمام كده يا ياسمين فهمتيها يا حبيبتي؟ أي مستمع. وكل ما نحل في ما نحل باترن برضو، يعني حتى لو كان دور يوسف اخليك انت اللي تحليه عشان تتدربي عليه اكتر. ايه يا حبيبي؟ تمام. يلا يا يوسف، the number what is common factor for all the numbers؟ خدناها 100,000 مرة. يلا 1 1 طبعا 1. امال ايه موقف الزيرو يا ياسمين بيتقال عليه كومن ايه؟ common multiple of for all numbers. Yes, common multiple for all numbers. انا عندي هنا يا ياسمين 327.54 approximately equal to the nearest whole number. هو مين الهول نمبر ده؟ يعني ايه هول نمبر؟ قصده approximation to the nearest one. To the nearest ones. برافو عليك. To the nearest اول حاجه بعد الديسيمال بوينت، يعني to the nearest ones. اعمل لنا كده to the nearest ones، يعني عيني على ال 7 اشوف ال 5 دي strong ولا weak. Strong. strong هتدي لها 1 ولا لا؟ it increased by 1 or not. yes it will be 328. the last question the value of the digit 9. يلا يوسف the value of 9 is what؟ 9 is 0.009. Excellent يا يوسف، that's right. برافو عليكم يا حبايبي، ممتازين ممتازين ممتازين، ما شاء الله عليكم ممتازين، برافو عليكم. طيب عندي في 3 story problems هصورهم دلوقتي وابعتهم لكم. واحده ال سي ام والثانيه دي كومبوز using the expanded form، واللي بعدها في story problem هنشوف هي فيها division ولا multiply. هصورهم في ال 6 minutes اللي باقيين دول عشان نحلهم سوا. اوكي ثانية واحدة نصورهم وابعتهم لكم.
معلش انا جيت اعمل تقريبا خرج وانا بصور. انتوا معايا ياسمين ايوه يوسف؟ ايوه يا ميس. معلش بصور البيج خرج، هنعمل شير للبيج دي يلا عشان تحلوها. ماشي يلا بيقولي فايند ال سي ام، هنا الخط كبير اهو واضح. هو كان this is the turn of ياسمين or يوسف، كان دور ياسمين ولا يوسف؟ ياسمين. يلا ياسمين، find LCM of the two numbers 20 and 30. Tell us the steps. قولي لنا الستبس هتبقى ايه. اوكي، اول حاجة هنعمل فاكتورايزيشن لل 20، هتكون 5 and 4، Yes. 4 دي هتبقى 2 and 2. همم ال 30 هتبقى، ال 30 هتبقى برضو 5 and 6. ال 6 هتبقى 3 و 2. yes ال 20 equal 2 times 2 times 5، وال 30 هتبقى 2 times 3 times 5. yes ال جي So سي the اف LCM will be هو ال ال سي ام، ال ال سي ام عايزة تقولي 2، الاتنين الجي سي اف والال سي ام، قولي يلا. ال جي سي اف هتبقى 2 times 5 equal 10، Yes. وال ال سي ام هتبقى 2 times 2 times 3 times 5. It will be بقى 2 times 2 equal 4، 4 times 3 equal 12، 12 times 2 equal 60. equal 60. excellent ياسمين ما شاء الله عليك. يلا يوسف decompose the number، decompose the number 80.508 using the expanded form. هقول له 80.508 80 plus 0.5، بعد كده plus 0.007. برافو برافو يا يوسف. the last question يلا ياسمين. A teacher wants to distribute 280 pieces to 7 classes equally. How many pieces per each class? طبعا واضحة جدا إن هي distribute يبقى divide. ها equals 40. equal 40. برافو عليكم، برافو، ممتازين ممتازين. هستنى إن شاء الله تبعتولي المتميز على البي دي اف عشان اعملها بالكام سكان، نعملها سكرين شوت زي دي كده ونعرضها باذن الله ونحلهم ونحله سوا باذن الله من اول المره الجايه. تمام، بس انا برضو لو لقيت ان هو بالنسبه للمعاصر افضل ان انا احل امتحانات كامله مفيش مشكله، نقسم وقت الحصه. احنا الحمد لله في الحصه بنحل اكتر من امتحانين، يبقى نصها مثلا امتحان about 20 minutes of the session is an exam من المعاصر and the rest from المتميز عشان ناخد أكبر كمية من الاستفادة. أوكي حبايبي متفقين؟ متفقين. متفقين. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة ماشي. حبايبي، مع السلامة، باي.